بعناوين الصحف العربية كتبت الرياض: السعودية أنه بات من العبث أن يسأل المواطن العربي عن مستقبل سوريا وحال شعبها. فالواضح، تقول الصحيفة، أنه إلى المجهول، لكن هذا المجهول ليس كليا، لأنه متعلق بالقوى الدولية والإقليمية المتحكمة بسوريا، والتي تبدو أنها تتنازع فيما بينها. أما الدستور الأردنية فتوقفت عند إعلان منظمة اليونسكو أن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عاما، غير أنه لا يزال مقلقا. وأبرزت اليومية أن من أصل 244 مليون طفل غير الملتحقين بالمدارس، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 18 سنة، يعيش 98 مليون طفل، يشكلون 40% من العدد الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا. وفي الإمارات، كتبت صحيفة الخليج أن ما شهدته مدينة طرابلس الليبية الأسبوع الماضي من اقتتال بين الميليشيات يؤشر إلى أن الميليشيات التي تدعم هذه الحكومة أو تلك قادرة في أي وقت على استئناف المعارك وربما توسيع نطاقها، طالما أن آفاق الحل مسدودة والانقسام الحكومي متواصل، خصوصا أن هذه الميليشيات، تقول الصحيفة، ما زالت ممسكة بالقرار وتقف على خطوط تماس متقاربة مع تغيير في خريطة تواجدها بعد المعارك الأخيرة.